طيب انا بسالك يعني دكتور هداج، ما شاء الله يعني ان شاء الله يا رب تستمر انه لا يسجل اي حاله حتى في الجوف، وعندنا بعد ما شاء الله منطقه حايل وباقي مناطق المملكه ان شاء الله ينحسر ونوصل للصفر بحول الله بوعينا اكيد. لكن خلني اتكلم، دام نتكلم عن الوعي وحمله مجتمع واعي، كيف مستوى الوعي عند اهالي الجوف؟ مدى تقيدهم مثلا بالالتزامات بلزوم منازلهم وعدم الاختلاط في اوقات منع التجوال وحتى في غير اوقات منع التجوال إلا للضرورة؟ طيب أخوي خالد، رغم الجرائم الكبيرة اللي ارتكبها هذا الفيروس في الأمة البشرية بشكل عام، إلا أن أظهر لنا بعض الحقائق التي يجب علينا حنا كسعوديين أن نفخر ونتفاخر فيها. الحاجة الأولى، أثبت لنا الجواز السعودي وقيمته. الحاجة الثانية، وزارتي الصحة والتعليم وثقلهم في المجتمع. الحاجة الثالثة اللي هي محور سؤالك، وعي المجتمع. كلنا شاهدنا على المملكة كاملة مدى استشعار الناس بالمسؤولية ومدى تفاعلهم مع القرارات الملكية المتعلقة بالحظر. نعم، عندنا مخالفين مثلنا مثل أي مجتمع دولي آخر، ولكن ولله الحمد نسبة قليلة. بالأمس اطلعت على معادلة تثبت فيها مدى وعي المجتمع بالإضافة إلى جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فيروس كورونا. العقل البشري المعلومات يتصورها أكثر إذا كانت على شكل أرقام. يعني لو أخذنا عدد إصابات في المملكة العربية السعودية وقسمناها على التعداد السكني في المملكة العربية السعودية وضربناها في 100، لحصلنا الناتج 0.01%، أي بمعنى أن مريض يقابله 10,000 مواطن سعودي. بينما لو تأخذ دولة ثانية ونضرب مثال في دولة قوية اقتصاديا وفي كل المجالات مثل أمريكا، لو أخذت مدى المصابين وقسمتهم على التعداد السكني وضربتهم في 100، لوجدت الناتج 0.1%، أي أن كل مريض يقابل مجرد 1000 مواطن أمريكي. هذه الأرقام إن دلت تدل على حاجتين أخوي خالد. الحاجة الأولى، الجهود الكبيرة من قيادتنا الرشيدة ممثلة بسمو سيدي والدنا وقائد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باتخاذ قراراتهم الجريئة الحكيمة اللي لها الدور الكبير في السيطرة على فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية. والحاجة الثانية، مدى وعي المجتمع واستشعاره في المسؤولية.